السلام عليكم. المغرب في سنة 1912 سينات المعاهدة بيننا وبين المستعمر الفرنسي. في بداية 1920 بدأت فرنسا تفتح المعامل في مدينة الدار البيضاء باش ترجعها كمدينة صناعية في شمال إفريقيا، وبدأت بالضبط بنقطر شنوار. وفي ديك الظرفية اللي كان فيها المغرب وحتى الدول المجاورة وضعف الإمكانيات في المدن والقرى، والأهم هو فترة الجفاف اللي مر منها المغرب في تلك الفترة، خلات بزاف السكان من كاع المناطق وحتى من الدول المجاورة كموريتانيا، السنغال، مالي، يجيو لكازا باش يدبروا على لقمة العيش. وبالضبط بالحي محمد، حيث فرنسا محتاجة اليد العاملة، بداو المهاجرين كيبنيو الديور الصفيح. هادشي في بداية القرن العشرين كان كلشي تيخدم في المصنع اللي سميتو كارير سونترال، واللي تيدير الرحلة السنوية ديالو ولات كاريان سونترال، وبالعربية لوزير الحجر. كان بالضبط في حفرة الشابو حاليا اللي سميتها دار الأمل. من بعد ما لقاو الماء حبسات شركة كايا سونترال، والمعروف من بعد رجوع الملك محمد الخامس من المنفى قام بزيارة كاريان سونترال، حيث أول قرطاسة خرجت ضد المستعمر كانت في هذا الحي هذا، وقف ضد المستعمر حتى حدا المغرب الاستقلال ديالو. على خلفية انطلاق الشرارة الأولى للمقاومة من أجل الاستقلال بحي كاريان سونترال بالدار البيضاء في أربعينيات القرن الماضي، وهذا الشيء اللي تسمى الحي المحمدي على الاسم الملك الراحل محمد الخامس. هذا الباناشي اللي كان في الحي خلاه يكون منجم ديال المواهب اللي خرجوا منه جروبات مثل الجروب الاسطوري اللي ولات الشهره ديالو عابر للقارات، اللي هما الناس الغيمون، وجروبات اخرين بحال المشاهد، تقاده، مسناوه، السهام، وحتى موسيقى الراب خرجت من الحي محمد، وزيد ممثلين والشعراء والكتاب والسياسيين وزيد وزيد. في سنة 1947 تأسس الاتحاد البيضاوي الملقب بالطاس أو بريال مدريد المغرب. تأسس هذا النادي في الحي المحمدي، وأسسوا مجموعة من المناضلين في حزب الاستقلال وأبرزهم عبد السلام البناني وعبد الرحمن اليوسفي. الطاس هو أول فريق من إنتاج مغربي 100% اللي غادي يلعب البطولة المغربية، وهو نادي روشنوار الصخور السوداء سنة 1954. وإلا قلت لك الطاس ضروري نتكلم عليه على المرحوم العربي الزاوي بارو اللي كان تيلعب في روشنوار، وصبح لاعب مدرب للطاس، وأسس مدرسة الاتحاد البيضاوي اللي هي أول مدرسة في المغرب اللي خرجت بزاف اللاعبين الأسطوريين، لعبوا في المنتخب وفي جميع الفرق المغربية. ومنساوش باللي أول لاعب عربي ومغربي غادي يحترف في أوروبا وبالضبط في ليون الفرنسي هو بوآسا، واللي غادي يسجل هدف ويعطيه التمريرة في الربع النهائي تشامبيونز ليغ على ضد توتنهام. هادشي تيعرفو كل كبير وصغير في الحي المحمدي. وأغلبية السكان الحي في ديك الوقيتة كان عندهم جوج منافذ، الأول هو بحر العين السبع والثاني هو الشابو، يصبح مستنقع اللي متواجد حاليا في إقامة دار الأمل. وماشي بعيد كاين مشروع الحسن الثاني، كان أكبر سوق ديال الحلاقية عند جامع الفنا في مراكش. في بداية سنة 1980 عرفت انتفاضة ضد الحكومة المغربية، بدأت الاحتجاجات ديالها حتى هي من الحي محمدي اللي كانت ضد الغلاء في المواد الأساسية كالزيت والسكر والحليب. نهضت الروينة حتى سياسيا، واللي ماتوا بزاف الشباب والباقي دخلوا الحبس درب مي شريف اللي كان غير معروف، وتسمات هاد الوقت بسنوات الرصاص. من بعد تقسم كاريان سونترال باش ما يبقاش ككتلة واحدة، ويتهناو من الشباب ويتغرقوا المركبات الثقافية والسينمائية ويتجزأ إلى أحياء، حيث جيران كل واحد حطوه في قنت، وأصبح الحي مهمش وكثر فيه البراني. ولكن ولاد الحي معروفين بالغيرة والحب وحب الوطن، ومعروفين من طنجة لقويرة، وكل واحد تفتخر بانتماء ديالو كما كان غني أو فقير. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش الاشتراك وخليوا لي التعليق ديالكم، وما تنسوش البارتاج مع أصحابكم. غادي يكون قريب ان شاء الله فيديو اخر. تهلاو.